السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب فيكم في حلقة جديدة لليوم. اليوم بنتكلم عن الفواكه. مثل ما احنا عارفين ان الفواكه ذكرت في القرآن الكريم ومعروفة بفوائدها اللي لا تعد ولا تحصى. بسم الله الرحمن الرحيم. والحين بذكر لكم فوائد الفواكه الكثيرة. طبعا مثل ما احنا عارفين ان الفواكه مليئة بالفيتامينات والمعادن ومضادات الاكسدة، وتقلل الفواكه من الاصابة من التهابات الجسم، كما انها تقلل من الامراض مثل امراض القلب والسكتة الدماغية. من فوائدها انها تقي من بعض انواع السرطان، كما انها تعزز صحة الجلد وتمنع من التجاعيد. رجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل. مثل ما ذكرنا عن الفاكهة والفواكه بشكل عام وشنو فوائدها، طبعا الفواكه تجيكم في أنواع جدا يعني كثيرة من الفواكه: الأناناس، العنب، التوت، الفراولة، الأفندي، الكيوي، التفاح وغيرها من الفواكه. نقدر نشوفها كذي ما شاء الله شلون سلة الفواكه أو نقطعها أسهل للأكل. أنا بسوي معاكم سلطة فواكه جدا جدا تقليدية. هي عندنا فواكه مقطعة مثل الأناناس، راح نحط هني الرقي، وراح نحط العنب، وراح نحط الفراولة، وراح نحط برتقال، وراح نحط خوخ، وراح نحط كيوي. السلطة هذه سلطة الفواكه هي سلطة فاكهة تقليدية، راح نضيف عليها اللي هو عصير المانجا. راح نيجي بس نحوسها كذي، تكون جاهزة معانا للأكل، وايد لذيذة، نحط بالثلاجة تنوكل باردة. وراح أسوي كيك اللي هو تقريبا يشبه البلاك فورست. طبعا البلاك فورست هو نضيف له التوت، التوت الأسود. أنا لا، بسوي كيك جاهز مع توت الأحمر، بصلصة التوت الأحمر، وراح يعطينا طعم جدا لذيذ. فإحنا كذي دمجنا الكيك مع الفاكهة عشان نستفيد من الفوائد. إن شاء الله بعد الفاصل راح نوريكم. رجعنا لكم بعد الفاصل متابعينا. مثل ما قلت لكم بسوي معاكم صلصة التوت. طبعا هذا التوت، راح عندنا كوب من التوت، راح نحط عليه تقريبا شوية من الماي، وراح نحط عليه تقريبا ملعقة من السكر. راح نيجي على النار لما يذوب معانا التوت. التوت راح نيجي نفقصه، من احلى الصلصات اللي ممكن تسوونها. تقدرون تستبدلونه بمربى التوت، بس انا حابه ان اسوي فاكهه فريش. التوت مع الشوكليت طعمه جدا جدا لذيذ، والميكس وايد وايد حلو.
من أحلى السويتات الباردة اللي ممكن تسوونها وتستمتعون بأكلها بعد ما غلى معانا. مثل ما انتم شايفين صلصة التوت، شوفوها كذي، معناتها التوت جهز معانا، صار جاهز كذي. راح نسكر عليه، راح احطه بالصحن، صبه هذه صلصة التوت الفريش. راح نيجي الحين نسوي صلصة الشوكولات اللي احنا نبيها. عندنا هني بالخلاط راح نحط تقريبا 5 علب من القشطة، وراح نحط علبة كاملة من حليب مكثف محلى، وراح احط 5 ملاعق من الكاكاو البودر، راح اخلطها بالخلاط. راح نيجي ناخذ قالب الكيك، اي قالب انتو تفضلونه، انا خليت هذا بلاستيك عشان لو بوديها حق احد، بس هي بلاستيك. راح اجي اخذ قطع من الكيك، باوند كيك، خذيت الباوند كيك الشوكولات صفيته، وراح اي اخذ صلصة التوت، راح اي اخذها. ابي اوريكم شلون احنا راح نحط، راح نحط صلصة التوت اهم شيء كذي بالاطراف، هذه حركة تعطينا الشكل الجمالي عشان تصير شكلها شيء يشوق اكثر، وبعد نيجي نحط من النص توت. راح نيجي ناخذ صلصة الشوكولات ونصبها فوقه، راح نكرر الطبقات. نيجي نصب كيك، راح نصب صلصة التوت بنفس الطريقة، وراح نيجي نحط مرة ثانية صلصة الشوكولات، وراح نكرر الطبقات لين يعني لين يصك معانا، او لين يعني ترتفع معانا لفوق. راح اكررها اكررها واحطها تقريبا ليلة كاملة بالثلاجة او 2 ساعة على الاقل، وراح نرجع لكم مشاهدينا بعد الفاصل. رجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل. هذه كيكتنا بعد ما خليناها تقريبا ليلة كاملة بالثلاجة، صارت بهالشكل. عندي راح ازينها بقطع من الكاكاو، وراح ازينها بالتوت عشان احنا قلنا هي صلصة التوت، راح نحط كذي من النص بس توت. كذي جهزت معانا كيكتنا، سوينا كيكة الشوكولات بالتوت وسلطة الفواكه الصحية التقليدية، وأتمنى أنكم تطبقونهم، وعلينا وعليكم ألف عافية وفي أمان الله.